اللغة هوية وكيان وثروة وذوق رفيع وإدراك واسع للمعاني وحرارة المشاعر وتقاسيم الوجه ووصف الأماكن. ولو لم تكن بهذه السعة لما أنزل الله عز وجل بها القرآن الكريم ولما جعلها لغة أهل الجنة. نعم، وإحنا كعرب محمد أكيد قاعد نستخدم اللغة العربية في عدة أمور، منها الأدب والبلاغة والشعر. راح نتكلم تفاصيل عن اللغة العربية وجمال هذه اللغة مع الأستاذ طارق العنزي، الموجه الأول للغة العربية في منطقة العاصمة التعليمية. مسي عليك بالخير استاذ. مساكم الله بالنور، اهلا وسهلا بكم، وان شاء الله يعني اشكر استضافتكم هذه الكريمه، وان شاء الله باذن الله يعني نقدر نقدم شيء في هذه الجلسه ان شاء الله مفيد. ان شاء الله مساك الله بالخير. مساء النور يا اهلا استاذ. بدايه يعني شو تقول على الجيل الحالي اللي ممكن شوي ابتعد عن اللغه العربيه وصرنا يعني نتكلم لازم يعني جمله بعربي ولازم كلمه كلمتين انجليزي؟ اي بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اتبع هداه. اللهم يا معلم داود علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. بداية دائما اللغة تقوى وتضعف بقوة الأمة، فإذا كانت الأمة قوية ضعفت لغتها قويت لغتها، وإذا ضعفت الأمة ضعفت لغتها. فلذلك الآن الغلبة للدول الغربية، فلذلك دائما لغتها هي السائدة. فلو استذكرنا في العصر العباسي والعصر كان الغرب يأتون إلينا حتى يتعلموا هذه اللغة، ولكن الآن انقلبت هذه الموازين. فهذا التأثر لابد أن يكون حتما، ولكن نحن أكرمنا الله عز وجل بهذه اللغة وأنزل بها كتابه كما ذكرت، فلذلك هي باقية. وهذه اللغة يعني القوية ولديها من الإمكانات ولديها من المميزات ما يجعلها باقية ومستمرة، لذلك هنا يجهلها كثير من أبناء هذه الأمة. نحاول نوعا ما يعني نبين بعض جوانب الجماليات في هذه اللغة. نعم. إن شاء الله. لكن أستاذ طارق، إحنا اليوم نبي نحبب الجيل في هذه اللغة ونخليهم يتمسكون فيها. دائما حتى إحنا قاعد نشوف بالمدارس يقول لك اللغة العربية أصعب مادة، ودائما قاعد تكون درجاتهم متدنية في هذه المادة. فشنو السر؟ ليش يعني؟ والله إذا تكلم من ناحية تربوية أم من ناحية خوفه من اللغة. اللغة لا يمكن أن نقول أنها لغة سهلة، هي ميسرة ولكن ليست سهلة، هي يعني فيها واسعة بحر من، فلذلك وهذا البحر اللي غرقنا بالعربي هذا اللي يعني غرق فيه كثير، ولا يعني سيبويه يقول أموت في قلبي شيء من حتى، فيعني هذا يعني وهو من هو سيبويه، فلذلك هي بحر متلاطم الأمواج، الكل يحاول أن يغرف ويأخذ منه ما استطاع، فولا يحيط باللغة إلا نبي كما قال ابن جني. فلذلك اللغة هي ليست أصعب من الكيمياء ولا أصعب من الفيزياء، ولذلك هناك من برع فيه، ولا نقول أنه لا نتعلم اللغة العربية لأنها صعبة، فهذه ليس من المنطق. بما أننا نحن نقرأ القرآن ونقرأ سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ونتحدث فيما بيننا باللغة العربية، نحن نحاول أن نحافظ على هذه اللغة. يعني اللغة العربية ربما ما يهدم ما تبنيه المدرسة يهدم خارج المدرسة، وهذه مشكلة. فالأصدقاء، الإعلام، البيت، السوق، يعني المنتديات غيرها من هذه التي يرتادها الشباب، يعني ربما تهدم. فإذا ما تعاضد الجميع ستقوى اللغة حتما، لكن إذا كان الدور فقط مصب على معلم اللغة العربية، إذا كان معلم اللغة العربية أحيانا يهدم ما يبنيه معلم آخر في نفس المدرسة. فلذلك من الصعب التحميل المسؤولية كاملة لمعلم اللغة العربية. نعم، عندنا بالكويت مراكز لتعليم اللغة العربية للأجانب. نعم، والله شوف، اللغة العربية طبعا هي تعلم لأبنائها وتعلم لغير الناطقين بها، فالتعليم لغير الناطقين بها بما أن الكويت وجهة للعديد من الجاليات والعديد من الجنسيات، فأصبح حتما على المجتمع المدني أن يهيئ وينشر هذه اللغة، خاصة المسلمين من الأجانب الذين يريدون أن يتعلموا هذه اللغة أو من أسلموا حديثا. فهناك الكثير من المراكز، ولكن للأسف
للأسف أقول أن هذه المراكز بعضها تجاري، فوقلة الراغبين من بالتعلم أصبحت قليلة، فلذلك انصرف كثير من هذه المراكز، لكن بقيت بعض المراكز التي بها دافع وجداني، دافع ديني، دافع وطن عروبي، ما زالت متمسكة بهذا تعليم اللغة لغير الناطقين، وهناك العديد منها، مركز فصحى، ومنها مركز تعريف الإسلام، عندهم دورات متعددة للناطقين بغير اللغة العربية وتعليمهم أساسيات. وأنا عفوا أعرف أن بكثير من الدبلوماسيين يعني الأوروبيين الأجانب حريصين على هذه المراكز، وبعضهم أنه يجيب يعني معلم يلي عنده يعلم اللغة العربية. نعم نعم، وطبعا أكيد المدارس الخاصة، خاصة الهندية منها والباكستانية وغيرها من هذه الثنائيات اللغة، بها أيضا مراكز مسائية حق تعليم يعني لتعليم الجاليات الأخرى اللغة العربية، يعني يشكرون على هذه البادرة. يعني أكيد أستاذنا، إحنا الحين الأهل في حيرة بين يبون يعلمون عيالهم اللغة العربية الصحيحة وبين يبي يماشون العصر اللي إحنا فيه، والآن من متطلبات هذا العصر أن أنت مو بس تتحدث اللغة الإنجليزية، الحين قاعد نشوف في أماكن يقول لك لازم تتعلم لغة ثالثة ورابعة، فقاعد يركزون إنه يدششون عيالهم مدارس أجنبية، وفي بعض المدارس ما يكون في الاهتمام باللغه العربيه او الماده المنهج نفسه ما يكون غني بحيث ان الطالب ياخذ حصيلته. فعلا 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 اختي روان، ان هناك العديد من المدارس الاجنبيه، وانا طبعا حكمي كنت موجه اول في التعليم الخاص، كنت اشرف على بعض المدارس كان يهضمون اللغه العربيه حقها، ولكن طبعا قليل يعني عدد قليل، ذلك لمرجعهم بان اللغه العربيه الضعف فيها لا يؤثر على بقية المواد، ليس كالتعليم العام، التعليم العام المواد الأخرى تدرس باللغة العربية، فتأثير اللغة العربية حتما سينتقل إلى الإسلامية والاجتماعية وغيرها من المواد، فلكن هم لا ينتقل من هذا الباب، يقللون نصيب اللغة العربية ولا ينتبهون إلى أهميتها بتعبير الوجداني، التعبير أنا أريد أن يعبر الطالب عما يريد، يريد أن يفكر، فالتفكير بلغة، ولكن هم يعني يحاولون أن يعطوا الطالب اللغة البديلة، اللغة الأجنبية، واللغة الأجنبية ربما اللغة العربية مفرداتها تفوق اللغة الأجنبية بكل اللغات، أغنى لغة أجنبية هي اللغة الإنجليزية تقريبا 64,000، لكن اللغة العربية جذورها تعدى المليون جذر، فهناك فرق كبير جدا بين اللغتين إذا ما قارناها، ولا نريد أن نظلم هذه اللغة، ولكن نحن نتعلم اللغة من باب أننا عرب، من باب أننا مسلمين، من باب أننا كويتيون، نريد أن نحافظ على لغتنا، على مبادئنا، على هويتنا، فانسلاخ ترك اللغة والحديث فيها، وللأسف بعض الأسر لا تتحدث اللغة العربية في البيت، وهذا يعني جدا عانينا منه في أثناء يعني في إدارة التعليم الخاص أو مدارس الخاصة، الأسر كاملة لا تتحدث اللغة العربية، فيضطرون إلى اتجاه إلى المدارس الخاصة، وطبعا اتجاه المدارس الخاصة ربما بعضهم لجهلهم باللغة العربية، أو بعضهم يرون أنها فيها توفر الإمكانات للتعليم الحقيقي، التعليم الذي لا يتوفر أحيانا في غيرها من المدارس. لكن ما عليهم رقابة المدارس الخاصة بالكويت حتى لو كانت رقابة. يعني عفوا ثنائية اللغة البايلينجو ما يركزون بأن يجب يعني أن يتم تدريس اللغة العربية بشكل يعني كامل. يعني مثل المدارس الحكومة العامة. لا، هو بلا شك هو المدارس العربية ينطبق عليها ما ينطبق على المدارس الحكومية، أما المدارس الثنائية اللغة فلها نصيب أقل من عدد الحصص اللغة العربية، فلذلك تصبح اللغة تعتبر لغة ثانية بالنسبة للغة، يعني نظامهم بهذا الشكل، هذا النظام الأساسي. طبعا هم بعض المدارس الخاصة للعلم أنها تتبع سفارات، وبعضها لا تتبع جامعات، فهي أفرع من جامعات خارجية تؤهل لدخول هذه الجامعة، وبعضها يتبع السفارات، فالنظام الرقابة والنظام لا يشترط أن يكون يعني رقابة مباشرة، أو المنهج الذي ينطبق عليهم لا ينطبق
على أن ينطبق على التعليم طلابنا في الحكومة والتعليم الخاص لا ينطبق عليهم، لذلك إجازاتهم مختلفة، دوامهم مختلف، توقيتهم مختلف تماما. أي لكن في رقابة عليهم بشكل كامل بتدريس اللغة العربية إجباري، اللغة العربية والتربية الإسلامية، هذه مادتين يعني المدارس غير مخيرة في تدريسهم. نعم ملزمة. أي ملزمة فيهم. أي. هل تغير الآن المنهج، منهج اللغة العربية؟ يعني إحنا على أيامنا كان في حصة النسخ والرقعة، وكان عندنا حصة حتى نتعلم الخط العربي، وكان في دفتر هذا الخط العربي نتعلم هذه الأمور في داخل الحصة العربية. فهل لا يزال هذا الموضوع موجود الآن في المدارس؟ والله هو ما زال، ولكن الإشكالية في إيش؟ إن إحنا مررنا بالمنهج من طبيعته التطور، يعني إن لابد أن يتطور. فالآن أصبح الطلاب كان الملهيات عندهم أو المشغلات قليلة، فاتجاههم لفن الكتابة وممارسة الكتابة كان أكثر شوي. الآن الآيباد، الكمبيوترات، الأمور هذه قللت من دافعيتهم نحو اتجاه الكتابة، فاتجهنا إلى أن يكتب بالآيباد، أن يكتب بالكمبيوتر، أن يكتب على الكيبورد. نحاول قدر المستطاع، أو طبعاً بالكتابة على الخطوط الواجب أو كراسة الخط موجودة، وأن يكتب الطالب بخطه وأن يكتب كذا، حاولنا قدر المستطاع أن ندخل الكتابة الإلكترونية حتى أن الطالب يتماشى. وفعلاً هذه أتت ثمارها عندما أصبحت جائحة كورونا، اضطررنا يعني بشكل كامل الاتجاه إلى هذا. لكن تعليم الخط، طبعاً الخط النسخ هو الخط القديم، يعني منذ نشأة الخط مشى على الخط النسخ، ثم بعد ذلك في العصر الحديث أتى خط الرقعة اللي هو المنتشر حاليا. الطلاب يتعلمون هذه الخطين بشكل كامل، وكراسات موجودة إلى اليوم، لكن أنا أقول إن قلت الممارسة الفعلية في الفترة الثلاث سنوات الأخيرة، وهذا أكيد له أثر سلبي جدا. على يفترض من الأسر، من المهتمين، أن يعوضوا هذا التقصير بسبب ودور الأسر الآن. يعني مع جائحة كورونا سنتين التعليم ما كان ذاك الزود، إلى اليوم الأسرة إلى اليوم، يعني اليوم يفترض الطالب المرحلة الابتدائية أن يدرس ما لا يقل عن 100 حصة، لكن اليوم يدرس 50 حصة اللغة العربية، أغلب أكثر فنصف. فبلا شك هذا القلة في عدد الحصص راح ينتج عنا أيضا قلة في كتابة والممارسة، فيعوضها الولي الأمر. نعم، إحنا بعد يهمنا نعرف مستوى طلبتنا من بعد التوجه الأونلاين، لأن فعلا صار كل حل الواجبات والتدريس أونلاين، فحتى في وايد أولياء أمور يمكن يعانون من مسكة القلم بالنسبة حق طلب عيالهم، ما عارف يمسك القلم. أستاذ طارق، أنا راح أخذ إجابتك أكيد، لأن ودي أسمعها بالتفصيل، بس بعد إذنك بس خل أخذ فاصل. رجعنا معكم الأستاذ طارق العنزي. أستاذ طارق، قبل الفاصل كنا قاعد نتكلم عن مستوى الطلبة، والآن يمكن الزمن هو اللي قاعد يحدهم نوعا ما، يعني يبتعدون عن اللغة العربية. البرامج التلفزيونية اختلفت، ما عادت تنقال باللغة العربية. وجود القصص حتى تغيرت، الآن نلقى قصص وروايات قاعد تنكتب باللغة البيضاء أو العامية. فالآن يقولك أنا حتى لو ببحث أني أنا أثقف نفسي، أنا ما قاعد أحصل المعلومة السليمة أني أنا أطور نفسي باللغة العربية. فالجيل الآن هل يعاني فعلا من أنه يلقى المادة السليمة اللي تساعده أنه يطور اللغة والممتعة في نفس الوقت؟ هو طبعا هذه يعني مشكلة تواجه المختصين باللغة العربية حقيقة، أن الإنتاج المعروض قليل جدا، وأن بحاجة نحن إلى المساهمات الحكومية، أن تكون في قرارات حكومية بإلزام. يعني جميع الدول الآن، لو رحت إلى روسيا لا يتحدثون الروسية، وجميع المتاح باللغة الروسية. ألمانيا نفس الكلام، اليابان نفس الكلام، يعني دول متطورة، الصين نفس الكلام. كل الدول التي تحترم نفسها لا تتحدث إلا بلغتها، وتستهجن من يتحدث بلغة أخرى. لكن إذا أنت انسحبت إلى هويتك سلبت، فهني أنت مضطر أنك تتجه يمين ويسرى وتضيع مع التيارات. فيفترض على الدولة أن تتبنى مشروع لغوي عروبي قانوني يدفع بإبقاء اللغة، وإلى منها دفع الترجمة. يعني الترجمة يفترض في العصر العباسي عندما جاء هارون الرشيد،
يعني حاول أن يجذب العلماء من جميع الاتجاهات من جميع الدول، ويبني دار الحكمة ويبني وبنيت على الترجمة. فعندما ترجم جميع الكتب قال لم يبقى كتاب وقعت عليه عينه إلا ترجمها باللغة العربية، فأصبح الباحث الآن يجد ضالته في اللغة العربية، الآن لا يجد للأسف. فالمسؤولية مجتمعية عامة، لا نفرح إن أنا أجد ضالتي باللغة الأجنبية، لا تفرح. أكيد. فهذا يعني يدعو إلى المأساة ويدعو إلى كذا. لغة ثرية، لغة غنية جدا، لغة مفرداتها بالملايين وجميلة لغة جدا، وضع العرب لكل شيء مئات الأسماء، لغة فيها اشتقاق، فيها توليد، فيها إيجاز، فيها إطناب، فيها يعني تستطيع أن للمنتجات الحديثة أن تجد لها ألفاظا. فليست لغة جامدة، ليست لغة يعني حكرا. فأنا أستغرب حقيقة، ولكن طبعا هي تحتاج إلى رجال يقومون، يعني ناس صادقين باللغة هذه. نعم. إذا نتكلم عن المناهج ورأيك فيها أستاذ طارق. المناهج بشكل عام قديما هي مرت ب، لو قلنا المناهج قبل الخمسينيات، كان الناس يدفعون أبنائهم إلى المدارس حتى يعلمهم القراءة والكتابة. نعم. لماذا؟ ليست للوظيفة، وإنما يعني حتى يصبح مثقف، حتى يصبح متعلم، لكلمة متعلم. بعد ذلك أصبحت الدراسة للوظيفة، يعني إلى العصر القريب أصبح الآن يدرس الأبناء الآباء أبنائهم حتى يجدوا لهم وظيفة. صح. معينة يضمن مستقبل. يضمن مستقبله، فيقول له أنت أبيك طبيب، أنت أبيك مهندس، أنت أبيك طيار، أنت أبيك كذا. هذه الرؤية أصبحت الآن تخلى عنها بعض الدول. لماذا؟ لأن فرص العمل أصبحت متغيرة. فالآن ربما بعض الناس يعني أبيك صيدلي، أبيك صيدلي، أبيك طيار. الآن أصبحت الطيارات بدون طيار، فأنت اللي قاعد تربيه سواء سنوات أصبح الآن لا يجد له، وحلمه ضاع. فالآن قال لك إحنا في أمريكا اجتمعت مجموعة من الجامعات، مجموعة من المتخصصين، وقالوا يجب أن نضع معايير عالمية، كل من يريد أن يدرس يدرس بهذه المعايير العالمية. أمريكا كانت دولة يعني ما زالت تستقطب الجاليات، تستقطب كذا، فيأتونها الهنود، يأتونها الأفارقة، يأتونها جميع الدول الجنسيات، فيأتونهم بجميع بخلفياتهم بدراستهم. فأصبح الآن أمريكا تهتم بدراسة بأفريقيا لأن الأفريقي سوف يأتي. نعم. بالهندي سوف يأتي. وجميع الدول العربية سوف يأتيني، فلذلك يجب أن أهتم بكيف يدرس هذا الشخص الذي سيأتيني. فوضعت مجموعة من المعايير سموها معايير مهارات القرن الحادي والعشرين. مهارات القرن الحادي والعشرين أصبحت الآن الجامعات تأخذ من هذه المعايير أساس للتدريس بها، وأصبحت المدارس تعتمد معايير المدارس الأجنبية الحديثة. فعندما ذهب يعني وفد إلى الدول الأوروبية فكلهم لديهم معايير معينة، نحن ندرب طلابنا على هذه الأهداف. فأصبحت الآن يقول لك أنا خرج ابني من المدرسة يستطيع أن يفكر، يحل المشكلة. صحيح. يستطيع أن يعني عنده مهارات العقلية التفكير عالية، حل المشكلات وغيرها من هذه الأمور والمهارات، وأتركه يحدد مستقبله. فأنا ما ينفعني يجيني مثلاً، وطبعا في ما يتعلق بالأمانة، بالأخلاق. نعم. بالجانب الروحي، بالمجموعة من المعايير المتكاملة يصبح. فإحنا الآن في الكويت يفترض ونسعى إلى هذا الشيء إن شاء الله، أن يكون فيه منظومة من المهارات القرن الحادي والعشرين أن تبنى عليها مناهج الحديثة. اللي طبعا احنا جربنا منهج الكفايات في اللغة العربية أو في جميع المهارات، عفوا جميع المواد، ما نجح. خلينا نقول بغض النظر أنه هو زين أو شين أو سيء، لكن هو لم ينجح عندنا في الكويت. فالآن التوجه نحو مهارات القرن الحادي والعشرين على أن تبنى. كذلك كل الدول، الآن قطر أصبحت ترتيبها مرتفع جدا في التصنيف العالمي بسبب اعتمادها على مهارات القرن الحادي والعشرين كمنظومة أساسية للتعليم.
مو هذا اللي راح يرني حق هذا السؤال استاذ طارق. الحين ما شاء الله قاعد نسمع وايد يقولون سواء من المختصين ام من حتى اولياء الامور، قاعد يقول الحين الطفل صار وايد اذكى كانه من المنهج وقاعد يسال الاسئله اللي بالنسبه له يمكن السؤال او الدرس اللي موجود ما يحاكي عقله، فمطلوب الان تطور في المناهج رهيب بس عشان تواكب سرعه العصر اللي احنا فيه، لان احنا كل يوم قاعد نقفز قفزه اكبر من الثانيه. فهل ممكن احنا نشوف هذا التطور اللي حضرتك ذكرته في المناهج بحيث انه بيوم من الايام نشوف مناهجنا تغيرت من التدريس التقليدي في ان انت تقعد تتلقى المعلومه من المدرس تحفظها تحطها بالورقه بس؟ يعني اللي يغيروا الاسامي يعني من مع حمد صار مع سعاد. ما يعني ما يحتاج يعرف لا سعاد ولا حمد، نبي ما نبي الاسامي والله يعني او الافكار، نبي شيء ملموس. اي هو بلا شك ان المناهج السابقه كانت يعني فيها مادة فيها معلومة والآن أصبحت يعني اتجاه كلي إلى المهارات نوعا ما. صحيح. أصبحت المعلومة قليلة في الكتب، فأصبح حتى ولي الأمر إذا أراد أن يدرس ابنه يعني يجد صعوبة في تدريسه، لا يجد خلاصة، لا يجد أمثلة، يعني هو يستطيع أن يحاكي ونستغرب فيها. يعني وفيها معلومة فيها معلومات. فلذلك الآن عادت المناهج نوعا ما في السنوات الأخيرة إلى سلطان المعلومة، خلينا نقول أصبحت هناك معلومة يفترض أن يأخذها هذا المتعلم إضافة إلى بعض المهارات اللي يفترض أن يكتسبها. بالنسبة للمهارة المنهج بشكل عام حتى يؤتي ثماره لابد يكون في تعاضد مجتمعي لإنجاح هذا المنهج. يعني في سنغافورة عندما زار الوفد الكويتي في سنغافورة، فتقول إحدى الزائرات تقول قالت لي السنغافورية اللي مسؤولة في التربية قالت اسألوا هذا البائع ما هدفنا الشامل في التربية، البائع اللي قاعد يبيع، فتقول سألنا ما هدف، فيقول قال لنا إياه كله، يقول فحتى البائع قال اسألوا هذا أي شخص وقفوا في الشارع اسألوا، يقول حفظنا المجتمع ماذا نريد من التعليم بالضبط. فيقول عندها اصبحنا نستطيع ان نقول ان فعلا نبني، لان الكل يغرس قاعد يتشارك يعني واضح الهدف. الان احنا نوعا ما في تفكك، يعني المجتمع بعيد عن التربيه بعيد. نعم. لكن استاذ يعني يمكن الحين اللي يسمعني يسمع حوارنا يعني قاعد يقول انتم شنو تبون اكثر من كذي؟ يعني انا اتكلم اللغه العربيه وقاعد اتكلم اللغه الانجليزيه، فانا يعني جيد او جيد جدا باللغتين، يعني شنو تبوني اكثر من كذي؟ هل اني يعني انسف اللغه الاجنبيه وبس اتكلم اللغه العربيه؟ لا هو بلا شك انه طبعا يعني معرفه اللغات الاخرى هذا مكسب وهذا شيء جيد، ولكن ان انا افتح الابواب وافتح جميع الشبابيك، ولكن لا اقتلع من جذوري. أنا مستعد لفتح جميع الشبابيك حولي ولكن لا أخرج. فأن أتعلم اللغات الأخرى هذا شيء جيد وهذا مطلوب، ولكن أنك أنت تتخلى عن هويتك العربية، أن تضعف يعني القوة مقابلها ضعف، لا، القوة مقابلها قوة. فأنت تقوى في لغة أخرى وقوي لغتك. لماذا تقوي لغتك؟ لأنك أنت تريد أن تقرأ القرآن فتفهم، تريد أن تقرأ السنة فتفهم، تريد أن تقرأ تراثك ماضيك، ماذا حدث في العصور السابقة لك. أنت ما أنت مقطوع من شجرة، فأنت لك جذور موغلة في القدم في التاريخ. اللغة العربية من أقدم اللغات السامية الباقية الحية إلى اليوم، فلغة عظيمة. فأنت تترك العظيم وتأتي إلى الأقل عظمة وتتمسك بها. إحنا نقول تعلم اللغة الإنجليزية وتعلم اللغة العربية بشكل جيد. اللغة العربية يعني عندما تسمع اللغة، عندما تسمع مثلا شاعر معين تصفق له، يعني ما هذا الوجدان اللي حرك لك هالشاعر؟ عندما تسمع قصيدة ربما تبكي، يعني شوف هذه تأثير الكلمة، تأثير في بعض الكلمات. طبعا اللغة العربية أكثر تأثيرا وجدانيا إذا فهمتها من غيرها. فيعني أنا لا أظن أن يعني يمكن قلة من الشعراء الأجانب من ربما يلقي قصيدة ويبكي الحاضرين، ولكن موجود وكثير طبعا. يعني وهذا احنا حتى في المناهج وضعنا بعض القصائد الجيدة، وكانت قصائد وقصائد طريفة فيها طرافة. اللغة العربية لغة الجمال، لغة البهاء، لغة السحر يقولون. إن
من يعني البيان إلى سحرة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فالسحر هذا هو سحر يعني يشدك يجذبك. فلذلك حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني ربما يأتيني أحدكم ويكون ألحن من الآخر فأقضي له. فاللغة القوة الحجة قوة الكلام أحكم له. فلذلك يعني إقناع يعني ربما في قصيدة مؤثرة جابها معي في وقت، لكن يعني تبين كيف أن خلنا نختم فيها معك. أيوة والله. أي يعني أحمد شوقي قال قصيدة جميلة يعني ربما خذيناها هذه بالمدرسة ولا لا؟ الله أعلم. شوف في قصيدتين، قصيدة برز الثعلب وهذه مشهورة وفيها حكمة، ولكن قال قصيدة أخرى ربما جميلة عن الأم. قال الشاعر أحمد شوقي: أغرم امرؤ يوما غلاما جاهلا بنقوده كيما ينال به الوطر، قال ائتني بفؤاد أمك يا فتى ولك الدراهم والجواهر والدرر، فمضى وأغمد خنجرا في صدرها والقلب أخرجه وعاد على الأثر، لكنه من فرط سرعته هوى فتدحرج القلب المقطع إذ عثر، ناداه قلب الأم وهو معفر: ولدي حبيبي هل أصابك من ضرر؟ فكأن هذا الصوت رغم حنوه غضب السماء على الغلام قد انهمر، فارتد من نحو القلب يغسله بما فاضت به عيناه من سيل العبر، ويقول يا قلب انتقم مني ولا تغفر، فإن جريمتي لا تغتفر، واستل خنجره ليطعن قلبه طعنا فيبقى عبرة لمن اعتبر، ناداه قلب الأم كف يدا ولا تطعن فؤادي مرتين على الأثر. صح صح. يعني قريت لهذه الحين روان تبكي. لكن شاعر مع أن الكلمات يعني تعتبر ثقيلة، لكن المعنى سهل أنه يوصل حتى لو كان شخص ما هو متمرس في اللغة العربية. وأعتقد الطلبة وإحنا نحتاج النوعية من النوعية يعني الكلمة تؤثر. هذه اللغة العربية جميلة بسحرها وبيانها. إذا عندك كلمة أخيرة بعد الشعر الجميل هذا. والله يعني كل الشكر لكم، وأنا أشكر يعني من هذا المنبر جميع المهتمين، جميع أشكركم على اهتمامكم باللغة العربية وعلى بشكل عام المناهج وتعليم اللغة العربية في المدارس. أنا يعني أشكر من هذا المنبر أيضا جميع معلمي اللغة العربية، وأقول جزاكم الله خيرا يعني عما تقرسونه وعما تعلموه لأبنائنا، فلكم إن شاء الله بهذا الأجر العظيم. ونسأل الله أن يوفقهم ويعطيهم الصحة والعافية. ويعني هم مشاعل النور الباقية في هذا العصر. اللهم أسلم. أسلم. جزاكم الله خير. شكرا لك أستاذ. كل الشكر للأستاذ طارق العنزي، الموجه الأول للغة العربية في منطقة العاصمة التعليمية. خليكم معنا بعد الفاصل مع ضيف كريم.